كوان في المكتب المديري للنادي ولا بوخريبلا فهاد الصباح من بعد الحصة التدريبية ديال الفريق جلست شخصيا مع السي عزيز كركاش واتفقنا على الانفصال بالتراضي اللي من هذا المنبر نبغي نشكر السي عزيز كركاش على المجهودات اللي قام بها وعلى العمل اللي قام به صراحة الظروف هي هذه والحياة هي هذه ما ساعدتش النتائج أنا شخصيا نقدر ما يتفقوش معي مجموعة ديال الإخوان أنا نشهد بأنه كاين عمل جبار اللي دار كاين فريق اللي قادر على التنافسية في البطولة ديال إنوي الظروف هي هذه النتائج ما سعفاتش السي عزيز الفصل على السي عزيز كركاش هو النتائج سوء الحظ وعكستنا النتائج وفصلنا للسي عزيز كركاش باش نكونوا واضحين السي عزيز كركاش غادي نبقى انا شخصيا احب من احب وخليها من كارير واتفقوا مع الخوت اللي اختلفوا معايا نبقى نشد لي بالكفاءه كاين عمل جبار لانني كنتابع القرب كاين عمل جبار كيقوم به السيد السيد يحب مدينه خويبدا يحب فريق موسيقى دوينا معاه ما صبناش ادنى مقاومه ما صبناش مشاكل اتفقنا في ظرف وجيز قالك اي حاجه في صالح موسيقى انا مستعد نديرها وكان انفصال بالتراضي ودرنا البلاغ ديالنا والسيد مشى ونبقى صديق ديال الموسيقى وبقى صديق ديالنا اذا كانت سوء النتائج وما يمكنش حنا وربما نتحمل المسؤوليه في بعض الخرجات الاعلاميه انا شخصيا كنقول على راسي انا اتحمل المسؤوليه ربما الخرجه الاخيره اللي درت انني قلت بان الماتش ديال برشيد غيكون فيصلي ربما زدت عليه الضغط في هذه المقابله اعتقد بانني اتحمل المسؤوليه وهذا خطا انا كنعترف به ما يمكن لي الا نشكر هذاك السيد وهذه هي سنة الحياة ونطلب الله سبحانه وتعالى أن الخلف يكون حمل العمل لدرسي عزيز ونخرجه من هذه النتائج السلبية اللي محيطة بها إلا قلت ماشي الضغط غادي نكون كنكذب هو ماشي الضغط هو أنه خلانا ناخذ القرار هو دابا مابقاش الجمهور بوحدو اللي كيضغط كاين المنخرطين حتى هما عندهم هاد وجهة النظر كيتقاطعوا فيها مع مجموعة ديال الجماهير هاد الشيء غينعكس سلبا على كركاش إلا بقى حتى في العمل ديالو هو غيتضغط ربما غير التصريح اللي قلت أنا ربما زاد عليه الضغط فما بالكم اللي غيعود الكل إذا كان لزاما علينا ما يمكنش أن كركاش يعطي في هاد الوضع إذا الضحية هي خويبدا إذا كان لزاما علينا أننا نتفارقوا لأن الظروف ما غتبقاش مماثلة هو غيعيش الضغط وحنا غنعيشو الضغط والجماهير غضبانة وحنا ما يمكنش نعيشو في هذا الجو الجو اللي ديال النجاح هو الجو اللي خصك تهيئو يكون كل شيء مرتاح وكل شيء عنده القدرة على أنه يعاون أما بعض الخارجات هذوك راه حنا ما كناخذوش بهم أنا ربما راه كاين الناس قبل ما نطلعو كاع سي كركاش غادي في البطولة باش يطلع وكاين كركاش ترحل هادشي ما خدناش منه ولكن مؤخرا أصبح الجو ما هو 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 هذاك الضغط ربما ما غيقدرش يبقى يتحملو حتى النتائج والنتائج عكساتنا كانت ربما كاينة ظروف حنا غادي نجلسو مع اللاعبين الأخ المرشدي الحمراضي المرشدي مرشدي يتصل من كيدور واحد الظروف عائلية الجماهير ما كتعرفهاش وقع واحد الانسيدو وقع لنا في وسط الأسبوع ولكن للأسف الشديد حنا كان بإمكاننا ما يكونش هاد السيمانة لأن عنده ظروف عائلية ولكن ما عندناش البديل لأن الإخوان باع اللي كيلعبوا الله وراكم كتعرفوا مقصحين إذا كان لزاما علينا يلعب ربما خطأ لا يغتفر حنا غادي ندبروه داخل الأسرة ديالنا ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يكون الديكليك في الأكادير عندنا متسع من الوقت ديال توقيف البطولة أنا داخل إلى جانب المنخرطين في الاجتماع ديال الأحد أننا نخلقوا جو اللي نقلبه
ولا نصوّلجنا اللي تدرس هاد لي سي في ولا تدرس ما هو متاح في الساحة الكروية ديال المدربين. عندنا مجموعة من الأسماء في المخيلة ديالنا أنا اللي كنقول. أولا اختيار المدرب أنا بغيتو يكون اختيار تشاركي من داخل اللجنة التقنية وديال الانتدابات نجيبو هاد لي سي في. اللي ما مسموحش منه هو أن نعاودو الخطأ هو أن نجيبو مدرب اللي ماشي قريب في التكتيك وفي المدرسة ديال السكركاش. ما يمكنش حنا دابا كنلعبو كرة حديثة ونجيبو مدرب اللي كيلعب كرة طويلة ويبدا يضربها من اللور. هذا هو اللي ما نقولوش به. الإخوان نهار الأحد غادي نجلسو مع المنخرطين نفرزو اللجنة وأنا داك ندوع على الأسماء اللي متاحة ويكون الاختيار بمقاربة الشرطية ديال المنخرطين أعضاء المكتب ونعزل المدرب اللي يقدر يقيد السفينة ديال 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 النادي الأولمبي خويا يبدا يخرج الدور الآن. الجماهير نقول لهم مبدئيا نعتذر على النتيجة ديال البارح ونبغيهم يدعموا ملتمس ويدعموا اللاعبين ويدعموا الجروب ويبقاو يصبروا واحد شوية راه لوسيكا في أمان وغادي يكون الخير إن شاء الله. غير شوية الصبر وما نزيدوش الضغط على اللاعبين وما نزيدوش الضغط على الطاقم التقني ونصبروا وراه غادي يكون الخير إن شاء الله. لأننا أنا أكيد بأننا عندنا فرقة قادرة تنافس قادرة تلعب هذا المخطط له غادي نفوتوه كاع لأن كنقولوا نكونوا الوسط ولا في الثاني ولا حنا نقدروا نكونوا أحسن. نطلب الله وأننا نكون ربح ديالنا هما دوك الوليدات صغار ربحهم كون عندنا فرقة اللي نلعبوا بها. ولكن هذا الشيء كامل كيجيب الصبر لأنك تشوفوا راه حقا وصلوا ومقال مركيوش إذا كاين الضغط حنا غادي نشوفوا مكان الخلل مع المنخرطين نناقشوا نشوفوا واش خاص كوتش مونطار واش 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 وأنا داك غادي نتعاونوا كاملين من أجل أننا نخرجوا من هذه المرحلة ديال الفراغ.